أصحاب العقود المنتهية لولاية غليزان في وقفة احتجاجية اليوم 12 جويلية 2022 أمام مقر الولاية مطالبين بالتدخل العاجل لتسوية العقود المنتهية مثلها مثل السارية وتلبية مطالبهم التي هي إعادة العقود المنتهية للدأس لوكالة التشغيل مع الإدماج في الدفعة الرابعة، إلغاء شرط السن 35 سنة، لا نريد الحلول الترقيعية حسب قولهم نشاهد. لازمية مطالبنا شرعية مطالبنا شرعية.